بدي أسلم ما بأمن لا ولا رجال ما تعمل حالك معلم وقالوا سعيدة في حياتها وصل لكل أحلامها وبين عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعيشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكها وقالوا عنيدة وقوية ما بيأثرش شيء فيها محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة ناقصاها